السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الاخوان بخير عليكم، احوال بخير، الله يحفظكم جميعا، رمضان مبارك سعيد. هاي داك الكحلة الخوت الشيع، الكحلة اللي درت فيها نمرة التليفون راه باقا بالتليفون ديالها. فاش جيت طقست وسولت بانني تفريغ خلوية، كاين واحد الدار بحال مهجورة لهاد الجيه، غير من مورا الدار الحمراء الكبيرة هادي، من موراها كاينة واحد الدار تماك مجموع فيها شي حمام، وتا هي معاهم بحال تقول خلويين خلاوة. ايوا هادشي اللي كاين الخوت. درنا واحد التجربة الله درناها والحمد لله، نتولي مشات ليا. انا الخوت جوج مبيضه، وقسما بالله راني صايم، الله ما نكذب عليكم. انا خويا رضوان ازولاي، الله الا هاد الجوج هادي اللي لتحت، هادي والله الا كانت مبيضه هنا حيدت ليها البيض، راه حطيت ليها مولد واحد راه ما تيوكلوه. اقسم بالله ما نكذب عليكم الخوت. التجربه ناجحه، التجربه الثانيه دابا راه ما كيوكلوه. مادام كيوكلوه غنهز الثاني غنحيدو البوه وغادي نديرو ليهم، يبقى الذكر بلاش. ها انتم اسمحوا لنا، ها هو الذكر كيوكل في الولد. شوفوا خوت، المحنة دابا غادي نشدو الولد الثاني غادي نزرعو ليهم ان شاء الله. دابا نيت صافي، الذكر البلجيكي غادي يبقى في الرادي، يعني غادي يبقى بلا ولاد، لا ولاد لا وتاد، نتيوا ديالو راه مشات. هادي راه من حمام المطيز عندي الشيع، هاد الطوبية سيف بيض، هادي هاد النتوة هادي ما كديكلاريش، دخلتها كنحط ليها البيض. هذا كذلك الدفلي ما كيديكلاريش، حطيت ليه البيض، هادي اسبانية هادي. وداكشي اللي غنديرو دابا الاخوان، غنهزو داك الوليد التاني وغادي نزرعوه ليهم بإذن الله. خليو غير واحد الذكر ليه يوكل ليا، تيوكل شي وليدات. وراه التجربة الخطرة ناجحة 100%، يعني ما فيهاش اللعب. هاد الباب هذا غادي، يمشي ليا ان شاء الله شي نهار. شي هو كيتحل هذا غادي يمشي ليا، وحنا كنقولوا اللي كاين. ها بشويه هنا عندي جوج ما كيطيروش، هادي قلنا عندي جوج ما كيطيروش. ها الولد ها هو اللي بقى نعبه، هو هذا راه هو صغير، غنهزو ان شاء الله. صافي هذا مبقى عندو حتى هادشي، راه وكلو تبارك الله وكلو. هو هذا دابا هذا غادي نزرعو له الجوجه، تبارك الله صحيح، غنزرعو له الجوجه بشويه بشويه. وانا والله العظيم الا مبيضين هاد الجوج، قسما بالله العلي العظيم، وهاد الوليدات هادو راهم ديال البلاجكا. هو غيوكلهم دابا نيت، حنا غادي نرجعو نشوفو شنو كاين. الله حدو عن كتب، هي الا كانت جوجه مبيضه حيد البيض وزرع الاولاد، يكونوا الاولاد واكلين الماكله، راه القضيه راه ناجحه 100%. ها هو الذكر كيوكل، ها هو تيوكل الاخوان. هذا الولد اللي حطيت ليه دابا الثاني، ها الولد الثاني تيوكلو الخوت، لان باه ما وكلوش مزيان. اش ظهر لكم، اقسم بالله العلي العظيم ما تنكذب في هذا الشيء، حيت كاين اللي يقول لك لا راه كيكذاب، ولا راه اصلا الجوجه عندها الاولاد. راني صايم اليوم الحد، اليوم شحال في الشهر، اليوم ثلاثة، انا ما كنظن وي ثلاثة، ثلاثة شهر 4 2000 و 3 شهر 5 2020. هذا باغي يوكل هذاك، دابا راه كيوكل فيه الاولاني، الثاني الله وكلو وحبس. ايوا نتمنوا الخير،
والسلام عليكم ورحمة الله. اليوم راه القضية الخوت ماشي مسهدة، مطنطنة بزاف. الله يستر من هاد الصهد وصافي. تحية لإخواننا في الجزائر واللي نسيتو يسمح لينا، اللي نسيتو يسمح لينا. تحية لإخوان الجالية المغربية، خوتنا في المغرب، هادو هما اللي ما كيطيروش عندي. هاد جوج دابا هما، هذاك بور 2016 باك زرق ها هو، ونتولي مع 2000 سبليونية 2018، وليداتهم ها هما يا وليدات البور والسبليونية. يلا الخوت حمينا ترابانو ليا، عطيناهم يقصيو وما كيتشمشو في هاد الصاد. اليوم الحرارة مفرطة بزاف، الحمام راه ما طلقناش، راني ضيخ ضيخ ضيخ. ها ما كيتشمشو في السبوتنيك، غادي نشطبو لهم هاد هنايا، غنشطبو لهم ان شاء الله ونحلو لهم هنا يتشمشو، ما غيدوشو ما والو ان شاء الله بحول الله. يلا ما تقطعوش. السلام عليكم ورحمه الله الخوت، على خوت الله اكبر. كيف قلت لكم راه التجربه راه ناجحه 100%، اقسم بالله العلي العظيم راه ما كنكذبش في هاد القضيه دي اللي كندير، لان سمعت واحد الاخ قال لي لا ما يمكنش، راه يمكن، اقسم بالله ثم اقسم بالله، وراني صايم راه وقيت الظهر هادي، راني كنحلف بالله الا يمكن. علاش انا علاش قلت لكم هنا فين قلت لكم هاد حيت هاد هاد الهضره شكون اللي قالها؟ قالها واحد البطال يعني مولوع، مولوع كبير هو اللي قالها، من الدار البيضاء، ما غاديش نجدو الاسم ديالو، من الدار البيضاء وما غنجبش الاسم ديالو، هو اللي قال لك لا راه ما يمكنش وهي يمكن، راه كنحيدوا البيض ونحطوا الاولاد. دابا درنا الدوش الخوت مع هاد الصاد، راه كاينه شي 40 اللي كاينه، درنا الدوش للحميمات، ها الحميمات الخوت الحبيبه، ها الحميمات هما هادو، اللهم بارك وزيد في ذلك ونجينا واياكم من المهالك. انتم الخوت الحميمات تقول الشمس، الشمس محتاجين الشمس، والله العظيم الا محتاجين الشمس. ايوا دعيو معنا الله يسخر للجميع، دعيو معنا. دابا ندخلوا نطلقوا الحميمات هنا الخوت، القضيه راه مطنطنه بزايد بزايد بزايد. غنحلو لهم البيض بلاتي نوريكم شنو غنديروا، غنحطوا التليفون هنا ها انتم كنهزوا هاد البيض الخوت ها هو باش يدخلوا الحميمات هنا. هاكو دابا الحميمات غادي يدخلوا يدوشوا ان شاء الله. درنا لهم غير الماء عادي، ما بغيناش نديروا لهم البرودوي ديال الدوش، ما بغيناش نديروه. زيد بابا زيد، زيد حبيبه زيدي، يلا حبيبه، يلا حبيبه حبيبه حبيبه، زيد 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 زيد، خلاص 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 باش تدوشوا الشمس، خلاص دخلوا دخلوا يلا يلا زيد. سيك 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 سيك. احضر راسي مع السبوتنيك دا عاوتاني. واحد المعلومه اخرى صحيحه الخوت، واحد المعلومه، الحمام الا ما بغاش يدوش لكم، الحمام الا ما بغاش يدوش، كاينه واحد الطريقه وجربوها الخوت، خاص الماء يكون كيتحرك، الا كان الماء كيتحرك الحمام كيدخل كيدوش بزز منه. انا شنو داير؟ طلقت الروبينه كيقطرها قطيرات والماء كيتحرك. ها انتما هي انتوا دخلت دوشه، هي كدوش انتوا، هي غتبع انتوا اخرى، انتوا اخرى ان شاء الله، ان شاء الله الحمام غيدوش مزيان. ملي كيكون الماء كيتحرك الحمام كيدخل يدوش بزز منه، تيعجبو تيعجبو دوك لومبيونس ديال ان الدوش، ان الماء كيتحرك كيدخل يدوش. اما الا كان الماء غير حابس بحال حطيتي لهم البانيو، ولكن بعض الخطات الحمام ما كيبغيش يدوش. ها انتم اللهم بارك الخوت، الحمام كيدوش والاخر هو طايح كيتشمش، يعني واحد الديكور
الروعة ولا أروع أنتم الخوت. شوف شوف القنط القنط عليه يديكم اليسار هنا هنا تليفون سخن بزاف. أش دار لكم كل الحمام راه هو مشبوح كيتشمش ها الاخر كيدوش هنا راه كاينه شي 43 اللي كاينه. ادعيو معنا في هاد الذكر هذا الخوت هو بيجونو 2019 هاد الذكر هذا اللي كيهيش هذا ان شاء الله ديال الطاويل والطاويل ممتاز بامتياز هذا ان شاء الله. دابا حنا ندخلو كاع ندخلو الحمام لهاد الشماشه ان شاء الله. كيف ما كتلاحظوا الاخوان السلام عليكم ورحمه الله. كيف ما كتلاحظوا الحميمات هما كيدوشوا ما بغيتش ندير لهم داك هذا الاخر خليت لهم داك الشيء طبيعي اميها طبيعيه الخوت ولكن راه كاينه واحد الشميشه. اش دار لكم الخوت حط لهم انا الشرابه اللي بغى يشرب اميها طبيعيه ما فيها والو حتى شني برط راه داخلين كيدوشوا. والخوت باش ما نطولش عليكم هذا الفيديو درته على ود ديك التجربه راني حلفت بالله راني صايم حلفت بالله حتى بالصح. علاش انا يعطيت راه كاين شي واحد ما كيرضاش بان واحد مثلا راه كاين اللي ما كيرضاش. اثنان لا يتعلمان المستحي والمتكبر. حنا والله العظيم الا مازال ما تنقولوش مبتدئين وانما مازال كنتعلموا فهمتي مازال كنتعلموا ما عرفناش شي حاجه راه ضروري كيدوخ بنادم. راه في وقت اللعب كتكون انت راك بطل كبير راه كتلقى بعض الابطال ما كيلعبوش وبنفس الحمام عاود كيلعبوا به. علاش كيديروا اخطاء مثلا يعني لاننا ما زلنا نتعلم والحميمات كيدوشوا ومنظر زويون الخوت ها انتم شي مشبوح شي كيدوش شي اللهم بارك الله يلا غنفعتهم بهذا الدوش هذا. على ما كيبان لي غندير لهم البرودوي دابا تسناو ما تقطعوش. درنا لهم البرودوي دابا الخوت الاخوان الاخوات هاهما داخلين كيتشبخو فيه الخوت هانتوما كيف كتلاحظو بالبرودوي راه درناه. ها الصحيمي كيتشلبخ ها الصحيمي كيتشلبخ. عطي التليفون درجة الحرارة ديالو شحال ها كيبان ليا واحد شي شوية غادي يقول ليا القضية في الطاقية. حنا كنت كنصور بالتليفون حطو في الشمس كان غادي يكعر. يلا الخوت السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تحياتي للجميع الخوت لا اللي في أرض الوطن ولا اللي خارج أرض الوطن. انا خويا جواد انت تشلبيخ تشلبيخ نخليهم في خاطرهم. خويا رضوان ازولاي تحياتي. خويا جمال مغيرات خويا سامير خويا عبد الرحيم انا الخوت انا. يلا السلام عليكم ورحمه الله.